أهلا بكم. ضيف اليوم نابغ سرور، مؤسس شركة نابغ سرور للاستشارات. نستعرض التحديات والأحلام التي تحولت إلى حقيقة. معكم جولها وحلقة جديدة من برنامج طموح. أهلا وسهلا فيك معنا سيد نابغ في هذه الحلقة الخاصة عن رواد الأعمال. بحدثنا أول شيء عن الشركة ونشاط الرئيس. شفت أنا أنه استشارات سياحية علاجية وأيضا في نشاطات أخرى. طبعا بداية شكرا على الاستضافة. الشركة تبعتنا هي متخصصة بالاستشارات الإدارية والسياحية، مينلي سياحة، فيزا عن اميجريشن كونسلتنت. نعم، يعني احنا بنقدم التأشيرات السفر إلى الخارج بعدة الأنواع تبعتها، منها أساسا يعني السياحية والعلاجية والطلابية، تمام، والإيميجريشن إلى حد ما يعني الهجرة. بس خبرنا على العلاجية كيف يعني؟ بالنسبة للعلاجية مثلا طبعا هي جزء بسيط من عملنا. مثلا بيكون في حدا عنده حالة مرضية معينة، نعم، يحتاج إلى العلاج في الخارج، تمام. نعم، احنا بنقوم بتجهيز الملف بما في مرحلة هو لازم يكون متجاوزها المتقدم، تمام. بعدين احنا بنمشي بالمراحل الثانية اللي هي من خلال حجز موعد السفارات، ترتيب الأوراق اللازمة to get his visa approved، يعني مشان ما يصير في، لأنه في حالات بصير فيها أخطاء يتم رفض التأشيرة. طيب شو الصعوبات اللي واجهتها أثناء تأسيس الشركة؟ في صعوبات مهمة. التشالنج هو أنه أنت تثبت، يعني تثبت نفسك بالماركت، هون في منافسة كبيرة جدا. والحمد لله احنا قطعنا هذا الشوط يعني من خلال ثقة الناس الكبيرة اللي أنا بنيتها من خلال الشغل بطريقة ثانية بنهج آخر. عرضت لها صعوبة كبيرة. أكيد طبعاً كان في صعوبات بالكورونا. الكورونا كان الشغل ستوب. طيب كيف عملت؟ كيف ولا شيء يعني؟ الشركة ما أفلست. أنا أيام كورونا كنت لسه فريلانسينج، أنا أوفيشالي عمل حر. يعني بشتغل بنفس المجال بس ما كنا أوفيشالي ريجسترد، يعني لم تكن شركة مسجلة. لاحقاً بعد كورونا. بس بكورونا يعني كان الالموست شبه متوقف العمل، مع كان في استثناءات من السفرات لحالات معينه، منها الحالات المرضيه انه ستيل كانت السفرات فاتحه لهي الحالات. فكنا يعني شعرت يعني بالحد الادنى من العمل. طيب هلا رجع قطاع السياحه، تمام، بقوه. شو التحديات بتواجه هذا القطاع؟ هلا حاليا التحديات اللي بتواجه القطاع على صعيد انه بعد كورونا ما تزال مستمره ازمه الابوينتمنت، يعني مواعيد السفارات، تحديد المواعيد، تحديد المواعيد. سفارات تطلب موعد لتسافر بيعطوك بعد في سفارات بعد سنه ونص، تمام، بسبب انه نعم صار في تراكمات كبيره، تمام، وعدد هائل من المتقدمين بوقت واحد، فصار السفارات عندها قدره معينه استيعاب عدد معين من الابليكانت، من المتقدمين، يعني مش من المركز، من السفارات. السفارات نعم يعني هي مالي احد الاسباب. طيب شو المشاريع حاليا اللي عم تشتغل عليها الشركه؟ مشاريع مهمه. هلا احنا تقريبا يعني الـ 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 الهدف او الميشن انه اكسباندنج اتليست بالجلف، تتوسع بمنطقه، اكسباندنج بمنطقه الخليج، يعني بدءا من السعوديه الى قطر الى عمان. حيصير في فروع جديده. نعم. بالنسبه الى السيره الذاتيه، يعني شفت حضرتك كنت موظف بكذا شركه، بعدين انتقلت وعملت عمل حر، بعدين اسست الشركه رسميه مثل ما قلت. نعم. كان في هالفتره كورونا بين العمل الحر وتأسيس الشركة. كيف أخذت القرار أنه تركت؟ ما خفت تترك وظيفة وتذهب إلى كيف أتأكدت أنك حتنجح؟ تمام. هلأ هو القرار تم اتخاذه، أنا كنت سافرت بفترة يعني إلى كندا، هي فترة ما قبل كورونا. نعم. تمام. رجعت من كندا ب 2019، هناك تبلورت عندي الفكرة، عملت شوية تريننج أو وركشوبس بكندا تتعلق بالإميجريشن، تمام، ورشات عمل بقطاع الهجرة. وكان يعني يربطني علاقة شخصية بسفير كندي سابق، تمام، هو محامي هجرة أصلا وهو سفير كندي سابق، اكتسبت منه يعني بعض الأمور الأساسية بمجال العمل. هون خطرت لي الفكرة أنه أنا أبدأ بهذا العمل بنهج جديد، لأنه أنا كنت أشوف هو تريندينج، موضوع الهجرة تريندينج، يعني كل معظم او 70% من 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 الدول او من المواطنين الدول بيطمحوا للهجره الى دول مثل كندا، مثل بريطانيا، مثل أستراليا، اوروبا، استراليا. فانا شفت التريندينج، بس انا لما كنت اشوف يعني الاعلانات المموهه او المقنعه وفيها اخفاء، يعني في معلومات مخفيه مضللة، ايوه، فكنت يعني اكتشفت انه انا بدات بهالمجال بالشيء اللي انا بعرفه واعطاء الناس الحقيقه دون اخفاء يعني اي معلومات. كانت هالمعلومات تمام، انا صار عندي الباك جراوند، صار عندي الخلفيه الكافيه انه انا انطلق بنهج جديد احكي للناس الحقيقه،
تمام. يعني انا بعرف انه لما اشوف اعلان على الفيسبوك او على اني سوشيال او على اي سوشيال ميديا بلاتفورم، لما اشوف الاعلان انا بعرف انه الاعلان يعني شو يعني انه هاجر نعم احصل على الجنسيه الكنديه، هاجر الى كندا خلال 3 أشهر. منطقيا وتقنيا وقانونيا هذا الشيء ما بصير، بس مو كل الناس عندها الدرايه الكافيه. فانا اعتمدت على توعيه الناس من خلال بوستنج، من خلال فيديوهات كنت انشرها، كان هدفي منها التوعيه مش الماركتينج لنفسي او اني اجيب كلاينتس. فانا لما بشيت بالتوعيه صار لحاله يجوا الناس كسبوا الثقه من خلال انه كنت احكي بطريقه اكاديميه واضحه وطريقه قانونيه. واخذت بعدين طبعا هذه ايوه بعدين بالنسبه بس انه اسست الشركه، ما بتندم انك تركت الوظيفه؟ لا لا طبعا ابدا ما بندم. انتقل الان الى فقره الصفات الشخصيه، بدك تعطيني علامه من 1 إلى 10 على بعض الصفات. حابدا مع الجراه عند اتخاذ القرار، كيفك؟ اعطيني علامه اول شيء بالنسبه لك. تمام، يعني اذا كان القرار متعلق فيي والريسك اذا متعلق فيي دون غيري تمام بيكون يعني 9/10. 9/10 نعم. هيدي بالنسبه للجراه، اعطيني بالنسبه هيدي طبعا بدي كمان عده امور. الخوف، كيفك مع الخوف؟ هل انت احيانا حصل انك خفت على الشركه، قلقت كل الليل، او شاتيني على؟ لا ما بخاف، لانه يعني انا انطلقت انطلاقه اعتبر حالي انطلاقه قويه ونهج 10/10. 10/10 ما بخاف؟ لا 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 صفر خوف. لا لانه انا النهج اللي اتبعته لم يتبعه ولا مره بتخاف على شركه وقت كورونا؟ سوب لو كان عندك شركه ما كنت خفت؟ طبعا خفت، للكورونا توقفت كل البشريه، بس عنده هون الخوف مشترك مع كثير ناس، فانت ما بتخاف يعني مثلك مثل الناس. الحذر، أكيد الحذر بده يكون، خصوصا بعمل الواحد يعني بده يكون محترف بعمله، بده يكون حذر، فكمان يعني لولا هيك ما بتنجح. قديش العلامة؟ 10/10. آه 10. نعم. طيب مغامرة، هيك لشوف كيفك بالمغامرة. لا مش بالمغامرة 50 يعني 5/10. 5/10. ليش؟ لانه يعني ما في شيء مجال حاليا اغامر فيه اكثر من اللي غامرته. يعني حاليا انا بحكي كنطاق العمل انه ما في شيء اسمه مغامره بنطاق العمل. انت ما عم تغامر بنفسك، لما بتغامر بدك تغامر بالناس، بيور كلاينت يعني بالعملاء، ايه بما يتعلق بعملي، اما بحياتي الشخصيه ممكن اغامر. لا احنا بنحكي على الصفات الاداريه. اداريا نعم مثل ما خبرتك. فقره التواصل الاجتماعي، اول شيء ما هي المنصه المفضله لك شخصيا وللشركه؟ خلينا نبدا معك، شو المنصه المفضله لك على التواصل الاجتماعي؟ انا بالنسبه لي معتاد على الفيسبوك تمام، والكوميونتي المحيط فيه تمام، والجاليه اللي معظم كلاينتس أو عملائي من هم مفضل يعني يفضلوا الفيسبوك مش انستغرام، لانه السياحه ممكن تعطي. هو انستغرام يعني هو ريكومندد، يعني في كثير ناس نصحوني، بس انه انا ليس لدي الوقت الكافي ولا اؤمن بالاعلانات المموله كثير. انا اعتمد على الاورجانيك، انت بتكون يعني لازم تعتمد. انا بالنسبه لي اتبع يعني اؤمن بالشيء اللي انا احققه ليس متاح للجميع. اليوم السوشيال ميديا بلاتفورمز هي متاحه للكل، بخلال تدفع اعلان ممول يظهر اعلانك للفئه اللي انت بتختارها والعدد اللي انت بتختاره. انا يعني افضل اختيار الشيء اللي يميزني عن غيري تمام. انت فيسبوك بترد شيء تمام على فيسبوك فيسبوك، بس لا اعتمد اني يعني موصلي انا ولا مره عملت اعلان ممول. طيب بترد شيء على المتابعين اذا حدا استفسر؟ تقريبا احيانا حسب الوقت، بس انا عندي ناس يعني بالصفحه عندي ادمنز بيردوا. هل الشركه اخذت بزنس من اكيد، بس مثل ما خبرتك مش عن طريق الاعلانات المموله، بس انه تستفيد طبعا الفيسبوك. طبعا السوشيال الفيسبوك هو اساس انطلاقه الفيسبوك، بس كان اعتمادي على الفيدباكس تبعت الناس. طيب تقريبا هيك غطينا، بفهم منك انه الفيسبوك هي اللاعب الاول بين المنصات. نعم، هو بدات الشعبيه من الفيسبوك، ومثل ما خبرتك ليس اعلانات مموله، هو الفيدباك او يعني راي الناس، انه معظم عملي او معظم ماي كلاينتس بيجوني من خلال المنشن على المجموعات. الفقره الاخيره هي نصيحه لرواد الاعمال عندهم فكره ما عندهم تمويل، شو بتنصحهم؟ هلا النصيحه الاولى، الانسان يكون صادق بعمله، الصدق يعني هو مفتاح النجاح. ما يسعى الانسان للمال بقدر ما يسعى لكسب ثقه الناس، كل واحد حسب مجال عمله. طبعا انا لم يكن هدفي المال، والى اليوم يعني انا كثير عملاء بيحكوا معي not qualified او مش مؤهلين انه مثلا يهاجر. تعرف في 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 معايير معينه وشروط معينه انت مثلا حتى تروح على برنامج العماله الماهره لكندا.
فانت بدك تكون صادق مع زبونك مع مع العميل تبعك، تحكي له انه انت مش مؤهل. فانت لما تحكي هيك انت تكون هدفك ليس المال، نعم. هدفك النصيحه. فالصدق بالتعامل هو مفتاح النجاح حتى لو طالت الامر. لما انت تصدق بمجال او بايام ناس متعطشه لحدا صادق معهم، فانت بتنجح بعملك. شو بتقول لهم؟ واحد عنده فكره طالعين وهن مصين بده يتركوا الشغل يغامروا، ابدا. نعم ابدا، لا تتردد، ابدا. بس بالاول يعني ابدا يعني حتى تحس انك انت بلشت تحصل على مال ولو كان قليل، قبل انك تغامر وتدفع راس مال وتستاجر مكان وتتخسر كل شيء معك. اضمن بالاول انك بلشت تحصل على المال بمجال عملك. سيد نابغ، شكرا كثير على الحضور وايضا وعلى المشاركه بهالافكار. اشكرك استاذ جور على استضافتك لي. اشكرك، شكرا جزيلا. سعدت بلقائكم. مشاهدينا شكرا لكم، وما تنسوا ايضا تابعونا على منصاتنا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وتشتركوا ايضا بقناتنا على اليوتيوب، فعلوا جرس التنبيهات لتتابعوا كل شيء جديد من برنامج طموح. الى اللقاء.